هذا وقد واصلت وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الوطني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 3466 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 20 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 4,348,265 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 13,290 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 7,249 طن عيني ومستندي سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 26 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 47 طن، وضبط 18 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 303 طن، وكذلك ضبط 6467 قضية مخالفات للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 284 طن دقيق بلدي. كما تم ضبط 26 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 192.5 طن دقيق، وحوالي 22.5 طن سلع غذائية متنوعة. وتم ضبط 3679 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت حوالي 280 طن دقيق، وأكثر من 270 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 98 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت حوالي 98 طن دقيق، وقرابة 109 طن سلع مدعومة متنوعة. كما تم ضبط 9 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 94 طن أسمنت. كما تم ضبط 283 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت حوالي 3,886 طن أرز شعير. كما تم ضبط 226 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 62,325 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 585,181 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 183,960 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3009 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 144 سائقا منهم. كما تم المرور على 145 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 647 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية سائقين. كما تم فحص 625 مركبة وتبين عدم مطابقة 13 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 337 سيارة و37 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 5,093 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ
والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 715 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 900 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 1912 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2456 مخالفة ملصقات وضبط 16 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1385 قضية ومخالفة أبرزها حيادة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82713 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 64,828,122 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 214 قضية من بينها 118 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات و96 قضية في مجال جرائم المصنفات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 31 قضية بقيمة مالية بلغت 66,380,616 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2345 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,978,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,198,221 جنيها.